خدنا سابقا الامبيريكال فورمولا then الموليكولار فورمولا now we start with percentage yield and percentage purity. First of all, what is the meaning of percentage yield? Percentage yield or yield exactly? Yield is the amount of a product you obtain from chemical reaction. If there is a chemical reaction between sodium and chlorine to form sodium chloride, how many grams of sodium chloride you obtain from this chemical reaction? So what is the percentage of this yield? What is the percentage of this product? Okay, يعني لو بعمل chemical reaction البرسنتج يرد عندي مثلا 98%، يبقى كده في يرد عالي، في انتاج عالي خالص، يبقى انا هكسب كده. انا انا كصاحب مصنع كاونر انا هكسب خالص. بالحق شغال وخلاص. طيب اليرد علشان احسبه البرسنتج يرد عشان احسبها عندي ايكويشن كده لازم احفظها. بتقول لي الايكويشن ده هي الاكتشوال ماس ديفايد باي الكالكوليتد ماس. ممكن معاك كتاب او نوتس الكالكوليتد ماس تبقى مكتوبه الثيوريتيكال ماس او الثيوريتيكال ييلد. اوكي وات ايفر، يعني انا اكون فاهم ان البرسنتج ييلد بتساوي الاكشوال ييلد اللي انا فعلا خدته اللي انا اوريدي اي هاف ات فروم كيميكال ريأكشن او الاكشوال ماس ديفايد باي كالكوليتد ماس او كالكوليتد ييلد او ثيوريتيكال ييلد اللي هو نظريا انا مفترض اخد كام. وبعدين ملتبلاي باي 100. الاكتشوال ماس او الاكتشوال ييلد او الاكتشوال برودكت will be in the question علشان ده انا اوريدي خدته، ده انا ما حسبتوش، ده انا اوريدي خدته من الاكسبيرمنت اللي عندي. امال ايه اللي هحسبه؟ اللي انا هحسبه هو الثيوريتيكال، يعني اللي انا متوقع اني اذا عملت الكيميكال رياكشن انا متوقع اخد كام. ودائما always الاكتشوال ماس less than a theoretical mass او الاكتشوال ييلد less than a theoretical yield. دايما بيكون الثيوريتيكال هو الاعلى علشان برضه تعرف نفسك ماشي صح ولا لا. بمعنى ايه؟ انا اكون داخل مثلا واحد متوقع ان يجيب مثلا ايه هو متوقع يعني يجيب 100% يجيب 100%، ده هو نظريا كده. لما بيخش الامتحان ممكن يكون داخل مثلا حصلت مع ظروف هو تعب شويه كده كده، فتلقى الواقع ممكن اقل. اوكي طيب يبقى هيدي الايكويشن اللي همشي عليها اكشوال ماس ديفايد باي كالكوليتد ماس ملتبلاي باي 100. تعال نشوف الكويشن عشان نفهم الكلام ده. كان يريد عمر مستر ايه تاني كلمة؟ اتريال؟ ايوه كمل. صح اتريال 100 grams of salicylic acid. Salicylic acid gave 121.2 gram of aspirin. What was the percentage yield? ايوه اوكي طيب علشان اوجد percentage yield او percentage purity لازم لو تفتكر لما خدنا المره السابقه مش النهارده الاسبوع اللي فات لازم يكون عندي كيميكال ايكويشن صحيحه بالانس كيميكال ايكويشن. اوكي طيب شوف هنا عندي C7H6O3 ده هو الساليسيليك اسيد عمل كيميكال رياكشن عشان يديني اسبرين C9H8O4. يا ترى ايه هو البرسنتج يلد اوف اسبرين؟ First, 121.2 is the actual mass you obtained from the experiment. Must be in the question. يبقى أنا لو فاكر أنت كنا بنقول هنا actual mass. The actual mass أهو اللي هو 121.2 divided by mean calculated mass اللي أنا عايز أحسبه. لازم أحسبه ده أنا بحسبه بنفسي ده أهو. You need to calculate the theoretical yield أو calculated mass. طب إزاي نحسبه؟ يا ترى إزاي نحسبه؟ تعال نشوف. أنا عندي هنا chemical equation الأساسية. كنت واخد كم مول من كم جرام من السلسليك أسيد يا عمر؟ hundred جرام بالضبط. ناخد 100 جرام. طيب اوكي
طبعا انا عارف انه في اكسبيرمنتس او في الكويستشنز دي كلها انا بتعامل مع مولز مش بتعامل مع جرامز. طيب يا ترى ال 100 جرام اوف ساليسليك اسيد ايكوال هاو ميني مول؟ هاو ميني مول؟ يبقى انا لازم احول الجرامز تو مولز. جرامز تو مين؟ تو مولز. لو تفتكر انت اول تراينجل خدناه كان بيقول ايه؟ كان بيقول ايه يا عمر؟ ايه يا لميس اول تراينجل خدناه في الستوكيومتري؟ ها؟ مولز ملتبلاي باي المولز ايكوال مين؟ ماس اوفر ام ار. ماس اوفر ام ار. الماس انا عندي هنا اهو 100 جرام عندي، يبقى انا محتاج احسب مين؟ احسب الام ار اوف ساليسيليك اسيد. الام ار اوف ساليسيليك اسيد اللي هو ده اهو C7H6O3. C7 يعني 7 ملتبلاي باي 12 بلس 6 ملتبلاي باي 1 بلس 3 ملتبلاي باي 16 اديتني كام؟ 138 جرام. يبقى المولز هيساوي ماس ديفايد باي ام ار. الماس اوريدي ان ذا كويستشن 100 جرام ديفايد باي ام ار هنا حسبته 138 ايكوال 0.72 مول. لحد هنا مفهوم يا لميس؟ مفهوم يا عمر؟ اوكي. يبقى انا هنا ما عملتش شيء جديد، انا هنا عملت اللي انا اخذته سابقا، اللي انا اخذته في الاسبوع الماضي. طيب بعدين يبقى انا عرفت ان عندي كم مول من الساليسيليك اسيد؟ 0.725. طيب 0.725. طيب يا ترى عندي كم مول من الاسبرين؟ يبقى انا عندي 0.725 مول من الساليسيليك اسيد. علشان تحسب to find how many mole of aspirin you must use mole-mole ratio. Mole-mole ratio. You can see here in the chemical equation the ratio between salicylic acid in the left and ratio of aspirin on the right 1:1. 1:1. What does it mean? If you have 0.725 mole of salicylic acid, you must have 0.725 of aspirin. Okay? واضح؟ يبقى how many mole of aspirin I have? 0.725. طيب بنفس القصة أنا عايز أحسب الماس of aspirin. أنا عارف من the first triangle إن المولز equal mass over MR. المولز of aspirin I got it already here. المass of aspirin, this is a theoretical mass, theoretical yield, I need to calculate it. What you need to calculate now MR of aspirin. MR of aspirin. Can you find it, Lemis? MR of aspirin? احسبي لي لميس الام ار اوف اسبرين. يلا كم بقيت معاكي؟ مستر 180. تعال نشوف 180. يس ام ار اوف اسبرين 180. برافو عليك. يبقى انا عندي ام ار اوف اسبرين 180 وعندي المولز اوف اسبرين 0.725، جبتها من المول ريشيو.
يبقى كان الماس، الماس هيساوي ايه؟ مولز ملتبلاي باي ام ار. المولز 0.725 ملتبلاي باي 180 ايكوال 130.5 جرام اوف اسبرين. ده الثيوريتيكال، ده اللي انا متوقعه. اوكي اي اكسبكت اف اي If I make experiment to form aspirin from salicylic acid, I expect the product will be 130.5 gram. أنا متوقع إنه the product هيكون 130.5 gram of aspirin. ولكن حقيقة the product كان كم يا عمر؟ 121.2. دائما زي ما ذكرنا سابقا انه دائما الثيوريتيكال اللي انا بحسبه زي ما حسبته هنا اهو بيكون مور ذان الاكتوال ييلد. ليه طيب يا مستر؟ لانه احيانا بعض الكيميكالز بيكون فيها امبيوريتيز، بيكون عندي ايرورز في الكالكوليشنز او لما بحسب جرامز، او ممكن انا واخد شويه ساليسيليك اسيد يتكبوا مني شويه في الارض مش واخد بالي، بعض يعني parts of salicylic acid ينزلوا مني في الأرض. فدائما الاكتوال بيكون less than theoretical mass. طيب كمل يا عمر، احسب لي percentage yield. percentage yield أيوة 93%. إزاي حسبتها؟ 121.2 over 130.5. بالضبط، برافو عليك. مش هزم. برافو عليك، صحيح. دائما الثيوريتيكال مور ذان الاكتوال ييلد. بهنا ييلد 121 ديفايد باي 130.5 ملتبلاي باي 100 92.9%. طبعا دي بيرسنتج عاليه خالص، ييلد عندي عالي، عندي برودكتس عاليه خالص. طيب اوكي اتفضل يا رميس، هاجي كويستشن ده. يا رميس، كانت الأسبرين was obtained from 100 grams of salicylic acid. What is the percentage yield? What is the percentage yield? طبعا انت عارف الايكويشن اهي، عندك اهي الايكويشن اهي، هي دي C7H6O3 تدينا C9H8O4. كمل. أول خطوة هنعمل إيه؟ أول خطوة هنعمل هنجيب الماس الام ار بتاعهم. أوكي ماشي، هنجيب الام ار of salicylic acid. إحنا جبنا سهل أهو عشان نختصر الوقت أهو. الام ار of salicylic acid كام؟ 138. أيوة. أوكي ماشي. والإم آر أوف أسبرين 138 وهيطلع لنا 0.72. يبقى the number of moles of salicylic acid 0.72 صح؟ لا the aspirin. نعم the number of moles of aspirin salicylic. Hello. أنا سامعك the number of moles of me aspirin هو اللي 0.72. انت الاسبرين كم عندك؟ الاسبرين 180. ايوه ماشي كمل، هم الاثنين حيكونوا واحد اصلا يعني. ماشي كمل. اوكي فهو يكون 0.72 ماشي، وبعدين هنعمله اوفر دي اوفر 100. شوف يا رميس، انت الاول حسبتي المولز،
حسبتي المولز اوف مين؟ حسبتي المولز اوف اسبرين، ماشي، لان هم المولز المول ريشي واحد زي بعض. حسبت المولز اوف ساليسيليك اسيد هي نفسها المولز اوف اسبرين. المولز اوف اسبرين هيبقى ايه؟ يبقى الماس اوفر ام ار. الماس اوف اسبرين كام عندي؟ 100 اوفر الام ار اوف اسبرين قلنا 180، صح؟ ايوه. ايكوال كام؟ 0.55. The number of moles of mean aspirin. Of aspirin. طيب يبقى ايه هو الماس اوف اسبرين؟ الثيوريتيكال ماس اوف اسبرين يبقى احنا هنعمل ال 0.55 تايمز 180. نعم هنعمل 0.555 تايمز 180 بالظبط. كم تدينا؟ هيدينا 99.9. ده الثيوريتيكال. ايوه كملي بعدين. أيوة. وبعدين هنحط الثيوريتيكال اوفر الجين هيبقى 99.9 فوق مين؟ اوفر 100. 99.9 اوفر 100 هيكون 0.999. خلي بالك احنا بنخلي الاكشوال هو في النومريتور فوق. الاكشوال اوكي سو هيكون 100 اوفر 99.9 هيكون 1. مكتوب غايبه 100 عشان تبقى 100% هيكون 100. 100 طبعا واضح ان هنا البيورتي عاليه خالص في سوري واضح ان البرودكتس او اليلد هنا عالي خالص في الاكسبيرمنت ده. بس انا لسه بتلخبط في البرسنتج يلد. نعم لسه متلخبطه برضه في البرسنتج يلد. هناخد كويستشن ثاني اهو. ناخد كويستشن ثاني اهو. اوكي شوف يا لميس، في البرسنتج يلد انا لازم اكون عارف في ذهني ايه، اني عشان احسب البرسنتج يلد بيساوي الاكشوال ماس وده اوريدي ان ذا كويستشن ديفايد باي الثيوريتيكال ييلد او الثيوريتيكال ماس اللي انا بحسبه. انا مهمتي تتلخص في ايه؟ في شيء واحد بس، اني احسب الثيوريتيكال ييلد وبعدين اعملهم تايمز 100 تايمز 100. اوكي طيب احنا برضه لسه متلخبطين شويه يا مس. تعال شوف السؤال ده اهو. كان يريد رميس، اقرا رميس تفضل. 21.7 grams of mercury oxide breaks down on heating. Only 19 grams of mercury was collected. Calculate percentage yield of mercury for the for this experiment. شوف أول خطوة هعملها هكتب كده اهو، هكتب ال percentage yield equals actual. Actual yield divided by mean divided by theoretical divided by theoretical وما ننساش هنا multiply by 100 لحد هنا. اوكي تمام يا عمر معانا؟ اي مستر. طيب ده اللي انا اللوج انا هستخدمه. الاكتشوال يلد already in the question. كم هنا يا لميس طلع معنا كم؟ 21.7. لا يعني اعمل 21.7 minus 19. لا اقرا السؤال الثاني بشويش. 21.7 grams of mercury oxide breaks down on heating. ايوه. Only 19 grams of mercury was collected. مين البرودكت هنا؟ of this experiment. مين البرودكت هنا؟
ايوه بالظبط بالظبط. يبقى انا بدات ب 21.7 جرام اوف ميركوري اوكسايد هو ان ذا ليفت، ماليش دعوه بيه ده، ده انا بدات بيه. انا بتكلم على ييلد، بتكلم على برودكت. مين البرودكت اللي هنا عليه السؤال؟ 19 ميركوري. اوكي يبقى انا الاكتشوال ماس عندي 19 اهي، دي الاكتشوال ماس 19. انا مفترض احسب مين؟ الثيوريتيكال. الثيوريتيكال بالظبط، انا مفترض احسب الثيوريتيكال. طيب مفترض احسب الثيوريتيكال، تعالي امسكي الرياكتنت. مين الرياكتنت هنا؟ الرياكتنت الاكسايد اللي هو الميركوري اوكسايد صح؟ ايوه ميركوري اوكسايد انزلفت، مديني جيب الجرامز اهو 21.7 جرام، بس ما ينفعش ان انا استخدم ايه؟ اني انا استخدم جرامز، انا بستخدم مولز صح ولا لا؟ ايوه خلاص، ازاي احول الجرامز الى مولز؟ فاكر انا من اول تراينجل ان المول بيساوي الماس اوفر ام ار. ايوه هيساوي كم الماس في الكويستشن؟ كم جرام؟ نعم الميركوري اوكسايد هاو ميني جرام؟ 21.7 اهو يبقى 21.7 divide by MR of mercury. كم mercury؟ 201. يلا احسبيهم عشان خاطر تشوفي كم مول من الميركوري اوكسايد. هيكون 0.107. هيكون كم؟ 0. 107. 107. اوكي يبقى كده انا عرفت اني عندي هاو ميني مول اوف ميركوري اوكسايد. انا خدته، خدت 0.107، هاخد النمبر اوف مولز اوف ميركوري اوكسايد كدليل للنمبر اوف مولز اوف ميركوري اللي هي بتاعت البرودكت. ايوه اوكي هاخدها زي كوبري كده اهو. اروح للايكويشن اللي عندي ده، هي ايه اخبار المول مول ريشيو between الميركوري اوكسايد and الميركوري؟ هم equal، هم balanced. نعم؟ 1 to 1. يعني إذا أنا عندي 0.107 مول of ميركوري اوكسايد، you must have 0.107 of mercury صح ولا لا؟ ايوه اخذت المولز اوف mercury. طيب لحد هنا واضح؟ ايوه. طيب بعدين انا عايز احسب الثيوريتيكال ماس اوف mercury اللي المفروض يطلع معايا اهو من التراينجل ده اهو. شايف الماس هتساوي مين؟ المولز ملتبلاي باي ام ار. المولز انا اهي جبتها اهي، يبقى 0.107 multiply by 201. كم بيساوي؟ 21.507. ايوه 21.507. ايه معنى الكلام عشان تكوني فاهمه؟ انك انت بتقولي اني انا اذا عملت الاكسبيرمنت ده انا هاخد 21.507 جرام اوف ميركوري، لكن اكشوالي هاو ميني جرام يو جوت ات هنا؟ كم واحد؟ 19. يبقى انا نظريا متوقع اني اخذ 21.5 لكن حقيقه خدت 19. معك سؤال؟ تفضلي معك سؤال. لا 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 ايوه مستر بسمع. نعم ايوه مستر
كنت بقول يعني بعدين هنجيب ال 19 عشان هي ال actual، هنحطها 19 over 21.5 times 100. بالظبط اكزاكتلي اعمليها يلا. 19 21.5 100 equals 88.3. بيرسنت أيوة بيرسنت. بيرسنت اوكي اوكي طيب برافو عليك. يبقى انا ايه ببدأ منين؟ دايما ببدأ من الرياكتنت عشان احسب اليرد مظبوط. ببدأ من الرياكتنت بشوف كم مول من الرياكتنت وبعدين اعمل مول مول ريشيو. أول ما أعرف المولز of a product أحولها إلى ماس من الترينجل ده هو وهو ده theoretical mass. تعال نشوف مسألة تانية كده. واضح لحد كده؟ أيوة واضح. يبقى دايما ببدأ بمين؟ ببدأ بالرياكتنت بشوف عندي كام مول من الرياكتنت وأعمل مول مول ريشيو. عمر سؤال ليك وخليك معانا يا لميس اذا عندك اي كومنت يعني على طول ارفع ايدك. تفضل يا عمر. حاضر. شايف؟ اوكي. 9 جرام الومنيوم رياكت وذ اكسس اوف كلوراين تو فورم 35.6 grams of aluminum chloride. Calculate the percentage yield. 2Al plus Cl2 is 2AlCl. Okay. ماشي. أول حاجة لازم نعمل calculate الـ MR بتاع الحاجات كلها. شوف يا عمر امشي خطوة خطوة. أول شيء قلنا بنبدا ب المولز اوف رياكتنت. شوف مين الرياكتنت اللي مديك عنه انفورميشن هو الالومنيوم صح؟ 9 جرام اوف الومنيوم. شوف ال 9 جرام اوف الومنيوم دي يعني ايكوال هاو ماني مولز؟ الالومنيوم طبعا ب 27 عشان ما تدورش. الالومنيوم ب 27 اوكي. يبقى 0.333 1 over 3 moles. هتعمل انت هتعمل ماس اوفر ام ار. الماس عندك كم هنا؟ 9. اوكي طيب 9 اوفر الاي ار بتاعت الالومنيوم 27 ايكوال كم؟ ايكوال 0.3 recurring. بالظبط. يبقى 0.33 مول اوف الومنيوم. طيب اليلد ايه هي المول مول ريشيو بين الالومنيوم والالومنيوم كلورايد؟ ال 1 2 3 لا الالومنيوم والالومنيوم كلورايد. 1 2 1 1 2 1 عندي 2 الومنيوم وعندي 2 الومنيوم كلورايد يبقى 1 2 1. يبقى ما دام عندك 0.33 من الالومنيوم يبقى انت لازم يكون عندك 0.333 من الالومنيوم كلورايد. اوكي. اظن انا اعرف دلوقتي نعمل ايه. بعديها نعمل كالكوليت للام ار بتاع الالومنيوم كلورايد. بالظبط. بعدين احسب الام ار للالومنيوم كلورايد. الام ار هتساوي طبعا ماليش دعوه بالتو انا دي ماليش دعوه بالتو بحسب الالومنيوم كلورايد الون كده اهو 71 plus 27 يبقى 98. عملت ايه؟ عملت تسليم اللي تبغى لي 35.5 صح؟ ثانية واحدة 133.5. شوف انت عملت ايه؟ عملت 3 اللي تبغى لي 35.5 106 plus 27 كم يا عمر؟ 133.5 دي ام ار بالألومنيوم كلورايد. أروح للتابل اللي عنده
فاكر انت المول بتساوي الماس اوفر ام ار. طيب انا عايز احسب الماس الثيوريتيكال، الماس هيساوي ايه؟ هنعمل مول ملتبلاي باي 133.5 بالضبط، يبقى 0.333 ملتبلاي باي 133.5 ايكوال كام؟ الثيوريتيكال كام؟ كام جرام؟ هيدينا 44.5. 44.5. شوف خلي بالك انه ده الثيوريتيكال، يعني انا متوقع اذا عملت الكيميكال رياكشن ده هو، انا متوقع ان يطلع عندي المونيوم كلورايد 44.5 جرام، لكن actually amount of aluminium chloride 35.6، ودائما بتكون الثيوريتيكال مور ذان الاكتشوال يلد. اعمل ايه بعدين؟ يبقى هنعمل 35.6 over 44.5 multiply by صح كده؟ هتعمل 35.6 divide by 44.5 multiply by 100 equal كام؟ 44.5 اكتب 100 هنا يا عمر، هنا لازم تكتب 100 هنا ما تنساش. حاضر بس we need percent. ايوه هتدينا 80% بالضبط، هتدينا 80%. برافو عليك 80%. جميس واضحه؟ مستر رودر تدينا 80%. اوكي. ده بالنسبة لبرسنتج يلد. السؤال هنا؟ اوكي. غميس تفضلي. الساعة كم هي؟ فاضل 4 minutes. Is 11.5 of sodium reacted excess chlorine, 22.3 grams of chlorine. What is percentage? Ayo. Okay. الأول هن. إيه هنعمل؟ الأول هنشوف البرودكت بتاعنا كان كم جرام كان طب شوفوا عشان بس إيه يعني 3 minutes بس هيخلص، هناخد 10 دقائق بس، هبعت لكم عشان تحلوا السؤال ده هو بس، لأن الفطار عندكم أنتوا على الساعة في السعودية على الساعة 6 وشوية يعني خلاص، وده أكتر من ربع ساعة. هبعت لكم لينك أوكي عشان بس ناخد المسألة دي تمام؟ ماشي ماشي يلا.